انه ذكر أيه. قال اكو فرق شعبيه اقوى من الانديه، اكو انديه تجهز منك قاسم لحد الان تجهيزات؟ جايتك بارزق ليش ما يقبلون؟ ما يقبلون يحجون، اكو هوايه انديه بالدور الممتاز تقريبا. اول مره اشوف قاسم محرج صار شغله بيها رزق وفلوس. هم يقولوا لك لا تقول انه احنا نجهز يمك؟ والله هسه خير يعني من انا دائما اجهز انشر دائما اجهز يعني افتخر اجهز نادي وانشر صح لو لا؟ طبعا. اي فقالوا لي بعد من نجيك لا لا تنشر لان صار عليهم كلام عليهم حكي وهاي. اي قلت شو يعني اكو مشكله مثلا؟ مو عيب يعني احنا صانع اتعامل ويا معمل ابو معمل يجهز لي علاه عندي انا تجيب لي صوره تجيب لي مثلا هاي الستره مالتك تقول له قاسم اريدك تسوي لي مثلها اجيب لك اياها طبق الاصيل نفس الكواليتي نفس الخام ونفس الخامايا وك احسن من الخامايا يعني تريدها ثخينه خفيفه يعني هواي انديه هسه الانديه هواي جهزوا هاي السنه من تركيا اغلب الانديه بس انا طبعتهن لهم كل الانديه هواي انديه ويعني ثلاث ارباع بس الطباعه طبيعي تقول انا طبعت لفلان وفلان وفلان من اللي طبعت له؟ كلهم يعني هواي كرخ حلبه ديواني بعد علي من هواي يعني كلهم ايه جابك بالحكي جابك زين لا ما جاء الطباع بس هم يعني واحد يحكي حق الله يعني جابوهن من تركيا ما صارت في مواسم سابقة كل التجهيز منك ويروحون يعلنون بصفحاتهم انه احنا مع شركة متعاقدين عالمية بكل صراحة قاسم مو قبل موسمين ايه؟ بس ما اقدر اقول لا تقول النادي انا اقول لك بعد ما يطيرون متابعين لا تحياتنا لهم والله ما بيها شيء يعني لا بيها شيء لا من تاخذ كون صادق مع جمهورك قول انا جهزت من تجهيزات قاسم من تجهيزات سيد عيدان اي تجهيزات يعني مو بس مال توهم الجمهور وتقول انا تعاقدت مع اديداس ومع امبرو ومع جاكو انت جايبهن من حافظ القاضي هذا كذب بيها حرمه كابتن يعني هسه يعني هسه الانديه اللي تراكتدات كلهن طبعا تحياتنا للسيد عيدان تحياتنا للسيد ايوه